مشاهدينا الكرام عبر شاشة وراديو زهرة العرب، معي ومعكم من داخل فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية التجارة جامعة مدينة السادات، رؤية الفكر المالي والإداري في عصر الرقمنة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، تأييدا لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وطبعا الدولة بتسير بمعايير جميلة جدا في هذا الإطار. الأستاذ الدكتور أيمن عيد، وكيل كلية التجارة جامعة مدينة السادات للدراسات العليا والبحوث ومنسق المؤتمر، ماذا تود أن تقول في أول يوم النهاردة في هذا المؤتمر الجميل جدا بكوكبته ووجود الدول العربية والأبحاث المختلفة، وهناك وجه وفيس تو فيس في هذا المؤتمر؟ أنا بشكر حضرتك وبشكر الاستضافة، وبرحب بكل السادة الضيوف اللي مشرفينا النهاردة من جميع الدول العربية، من المملكة العربية السعودية، من دولة الكويت الشقيقة، من دولة اليمن، من دولة السودان. برحب بكل العظام اللي شرفونا النهاردة عشان يضيفوا قيمة للمؤتمر. احنا عندنا المؤتمر بيتكلم عن التنمية المستدامة، بيتكلم عن التنمية المتوازنة، بيتكلم عن نقلة نوعية نقدر نعملها في خلال الفترة اللي جاية، عن ازاي نحقق 2030 بدون اي مشاكل وبدون اي عقبات. المؤتمر فيما يقرب من 150 بحث وورقة عمل، في زخم عالي جدا، في جميع التخصصات، في تنوع في التخصصات العلمية الخاصة بالعلوم التجارية، في إضافة غير عادية، ومنتظر ان احنا نخرج بتوصيات نقول لمعالي الرئيس. نحن لبنا في جدار المستقبل وفي جدار الجمهورية الجديدة، نقول ان كلية التجارة جامعة مدينة السادات تتلمس بشكل حقيقي ما يريده مستقبل مصر، توجها بتعليمات معالي رئيس الجمهورية اللي علمنا ازاي نحقق الانجاز ولا نكتفي بالاداء. وبدوره نحن الان بدأنا مرحلة الانجاز وبدأنا تعديل مسيرة التنمية من خلال ان احنا نعمل نمو متوازن من اجل تحقيق التنمية المستدامة 2030 في جميع قطاعات العلوم التجارية، من خلال الفكر الرقمنة اللي بيحولنا إلى فكر التحول الرقمي. الدولة تقول أننا في مسيرة التقدم نحو الجمهورية الجديدة، والجمهورية الجديدة تنطلق من العاصمة الإدارية الجديدة لتشير إلى جميع أرجاء جمهورية مصر العربية، لتشير إلى التنوع الجغرافي، لتشير إلى التنوع القطاعي، عشان نقول أن التنمية في جمهورية مصر العربية تبدأ من نقطة وتنتشر إلى جميع بقاع جمهورية مصر العربية، صعيدها وشمالها وجنوبها وشرقها وغربها، في كل الأماكن. العاصمة الإدارية الجديدة هي نقطة الانطلاق نحو المستقبل، لنقول أن الفكر الاستراتيجي اللي بيعتبر النقطة الأولى بتاعته أو اللبنة الأولى بتاعته 2030، وإن شاء الله اللي احنا هنحققها وهنتجاوزها وهنعمل طفرة كما يقول دائما الرئيس، نحن قبل الحدث. جميل جدا، ونتمنى لكم التوفيق والازدهار في هذا المؤتمر الدولي أو العلمي الدولي الأول لكلية التجارة جامعة مدينة السادات. كنت ضيفا عزيزا غاليا علينا. شكرا عبر شاشة راديو زهرة العرب الدكتور أيمن. شكرا لحضرتك وشكرا لزهرة العرب، والشكر موصول لكل من دعمنا ان احنا نطلع بالشكل الجميل ده النهاردة، ونفخر به ونفخر بيكم ونفخر بكل الناس اللي شاركوا معنا واللي هيثرونا بالنتائج والتوصيات اللي احنا هنقول لمصر بيها. احنا كلية تجارة جامعة مدينة السادات بنخدم او من خلال وزارة التعليم العالي، هنقدر نقول لمعالي رئيس الجمهورية نحن نرى ما تريد وننفذ قبل ان تقول ابدأ.